السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وإن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة. اليوم مع وصفة جديدة اللي هي عبارة عن كيك بالشوكولات والجزر. كتجي لذيذة بزاف، مسقية بالكراميل، كتجي معلكة من الداخل وفيها واحد المذاق كيجي مختلف عن باقي الكيكات. كنتمنى تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وغادي نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات أو المقادير، غادي نحتاجو 3 ديال البيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ساشي ديال السكر بنكهة الفانيلا، كأس إلا ربع ديال الزيت النباتية كيف ما كتشوفوا، الكأس غير مملوء. بالنسبة للعبار يكون بالكأس ديال العنبة، كأس إلا ربع ديال الحليب حتى هو يكون بدرجة حرارة المطبخ، وكأس إلا ربع ديال السكر سنيده. أنا ما كترتش السكر لحقاش غادي ندير، غادي نسقيها بالكراميل راه ديجا كيكون حلو بزاف. وعندي كأس ديال جزر مبشور أو خيزو، كنحكو غير في الحكاكة المتوسطة يعني ما يكونش رقيق وما يكونش غليظ بزاف. بالنسبة للكاكاو هنا عندي كاكاو مر، 3 ديال المعالق كبار. عندي قبصة ملح، رأس معلقة ديال سكينجبير أو زنجبيل، رأس معلقة ديال قهوة سريعة الذوبان، ورأس معلقة ديال القرفة. هاد النكهات صراحة كيعطيو مذاق زوين للكيك اللي كيكون بالشوكولا. بالنسبة للمكسرات هنا عندي زبيب غير واحد شوية، وعندي الجوز أو القرقاع. الدقيق تقريبا عندي 2 ديال الكؤوس كبار، او بالقياس ديال العنبه عفوا، عندي 2 ديال الكيسان و 2 ديال الخمارات من وزن 8 غرام. بالنسبه للدقيق يكون سبيسيال. وغادي ندوزو مباشره لطريقه التحضير في هذا الخلاط الكهربائي او باستعمال الخلاط اليدوي اللي بغيتو. انا كنفضل نخدم في الخلاط الكهربائي، كيسهل عليا يعني الخدمه. غادي نديرو فيه 3 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ يكونوا متوسطين، ومعهم قبصه ديال الملح لتعديل المذاق، وكاس الا ربع ديال السكر سنيده. غادي نخلطوهم مزيان حتى يولي القوام ديالو ابيض على هذا الشكل. مباشرة غادي نضيف كأس إلا ربع ديال الزيت، دائما القياس يكون بالكأس ديال العنبة. نسيت ما درت سكر فانيلا مع سكر سنيدة في الأول، غادي نضيفها دابا. وغادي نضيف معها كأس إلا ربع ديال الحليب حتى هو كيف ما قلت لكم يكون بدرجة حرارة المطبخ. وغادي ندير سكينجبير والقرفه والقهوه سريعه الذوبان، غادي نضيفهم دابا. ومباشره غنضيف معاهم كاكاو وغادي نخلط كل شيء. من الاحسن تستعملوا يعني هالطريقه، تبقاو تخلطوا كل حاجه بوحدها باش كيجيكم الكيك طالع وخفيف. صافي، بعد ما خلط جميع المكونات غادي نخويهم في شي بول على هذا الشكل. ودابا عاد غادي نضيف هاد خيزو او جزر. انا ما ضفتوش حيت الخلاط الكهربائي كيف ما كتعرفوا كيكونوا فيه هذوك الماس يعني ماضيين، غادي يهرسوا لي هاد خيزو، انا بغيتو يبقى بحال هكذا. وغادي نضيف الدقيق كيف ما شفتوا، انا عبرت لكم بالملعقه، درت 8 ديال الملاعق كبار. عاد غادي نضيف باش نعطيكم العبار مضبوط. صافي، بعد ما خلطت مزيان انا غادي نضيف ثاني الدقيق، يعني مازال الخليط كيحتاج للدقيق. انا ضفت من ورا هذوك 8 ديال الملاعق 4 ديال الملاعق اخرين، يعني درت 12 ملعقه اللي هز لي هذا الخليط. وغادي نضيف معاهم 2 ديال الخمارات من وزن 8 غرام. وهذوك المكسرات راني ضفت ليهم شويه ديال الدقيق باش ما ينزلوش ليا فاش نديرهم في المول.
صافي غادي نخلطهم جيدا. تنحصلوا على خليط يكون متجانس. صافي انا ضفت دابا المكسرات. اذا كان عندكم حتى اللوز ولا اي حاجه اي حاجه في المكسرات ممكن تضيفوها. صراحه انا كنتوفر علي على غير الزبيب وهاد القرقاع. بالنسبه لهاد المول دهنته غير بالزيت ورشيته بالدقيق وشويه ديال الكاكاو باش ما يعطيناش هذاك اللون شهب في الكيك. من الاحسن انكم ترشوه بالكاكاو. صافي وتصبوا فيه الخليط وتدخلوا الفرن. انا في هذه الاثناء راني مشعله الفران، يعني عندي غير الفران ديال الغاز مشعلاه من التحت حتى كيسخن واحد شويه. صافي وكندخلها الطيب. وبالنسبه للوقت ديال الطياب ديالها عفوا تقريبا 25 دقيقه. دابا غادي ندوزو طريقه تحضير الكراميل اللي غادي نحتاجو فيه في هذا الكاسرول. كاس الا ربع ديال السكر سنيده كيف ما كتشوفوا راني ما درتهاش كامله في مره واحده. غادي نحاول ندوب الجزء الاول عاد غادي نضيف الجزء الثاني باش يجيني ساهل وباش يتكون لينا كراميل بسرعه. كيف ما كتشوفوا هو بدا كيتحول لينا الكراميل. حاولوا ان الكاسرول ما تكونش فيها ولا نقطه ديال الماء باش ينجح معكم هذا الكراميل. صافي ها هو دابا تكون لي كراميل. كيبقاو غير واحد الحبيبات نحاولوا نضغطوا عليهم. بالنسبه للملعقه ديروا غير هذه الملعقه الخشبيه افضل من انكم ديروا هذيك العاديه. من بعد ما داب لي السكر غادي نضيف واحد ملعقه صغيره غير مملوءه ديال الزبده. صافي غادي نحركو جيدا. في هذا الوقت انا راني طفيت العافيه، يعني بين ما دابت الزبده عاد عاودت شعلت عليها وضفت الحليب. ما تخافوش ان هاد الكراميل يتحجر لكم حيت الحليب كيكون بارد والسكر كيكون سخون. يعني فاش كنضيفو الحليب كيتحجر لينا على هاد الشكل. صافي وكنحاولوا نحركو مزيان بهاد الملعقه الخشبيه حتى كيذوب لينا يعني السكر بالكامل. وبالنسبه للحليب راه كنضيفو غير تدريجيا ما كنضيفوش مره واحده. صافي حتى كنحصلوا على كراميل متجانس بهذا الشكل. صافي كنطفي عليه العافيه وكنخليه راه ما كيجمد ما حتى شي حاجه. وحتى الا جاكم ثقيل ولا بحال هكا زيدوا فيه شويه ديال الحليب. بعد ما خرجت الكيك من الفرن تقريبا خليتها بردات واحد شويه. كنت قبها بهذا العود ديال الشواء. من الافضل انكم الكيك يعني تكون سخونه واحد شويه وتكونوا وجدتوا الكراميل. يعني فاش كتكون الكيك في الفرن الكراميل راه كيوجد ديك الساعه. ها هو الكراميل ديالنا فاش حضرته صراحه كيجي زوين بزاف وخفيف. يعني تقدروا تستعملوه لاي حاجه. الا كنتو بغيتو ثقيل بزاف ما تكثروش الحليب، يعني الكميه ديال السكر تكون اكثر من ديال الحليب. كيجي الكراميل ثقيل شويه. صافي وبعد ما كنتقب هذا العود ديال الشواء صافي الكراميل راه كيتشرب الكيك عفوا اللي كتشرب لينا الكراميل. انا هنايا يعني ثقبتها شويه بسكين باش يدخل لي الكراميل فيها مزيان. هي من في الاصل ديال هاد الكيك خاصها تجي معلكه من الداخل بزاف، يعني حاولوا تسقيوها وداكشي باش ما كثرتش الحلاوه في الاول حيت هاد صوص كراميل كتكون حلوه. صافي من بعد ما دهنتها كنخليوها على جنب باش تشرب لينا مزيان داك الكراميل. فهاد الكاسرول كنديرو تقريبا 15 حبه ديال الشوكولاته غير العاديه غير المربعين. درت 15 حبه كندوبها في بان ماغي او حمام مريم حتى كتولي لينا على هذا الشكل. غادي نضيف مباشره علبه ديال الياغور طبيعي من وزن 110 غرام. الا كان عندكم القشده الطريه ممكن تضيفوها حتى هي كتجي زوينه. انا حيت ما عنديش ما كنتوفرش عليها عندي غير ياغور طبيعي درته هنايا. حتى الا كان بنكهه الفريز هو كيجي زوين.
بالنسبه للشوكولا في الاول قبل ما كندير الياغورت كتكون شويه يعني اللون ديالها مفتوح، فاش كندير الياغورت صافي الشوكولات كيولي لينا اسود اكثر، وكنرجعوه فوق من العافيه واحد شويه بما سخن، وكنخليوه حتى كيبرد لينا واحد شويه عاد كنديروه فوق من الكيك، حيت في الاول كيكون شويه جاري. وهاد صوص الشوكولا صراحه كتجي زوينه وسهله بزاف، يعني بالامكان ديال اي واحد يديرها وغير مكلفه صافي، وكنبقى نوزع فيها على هاد الشكل. بالنسبه للتزيين صراحه انا درت تزيين غير عادي، درت غير سيكار ودرت هاد الحبيبات ديال الشوكولا في الجناب. وبالنسبه للتزيين كيبقى لكم على حسب الذوق ديالكم. حبيباتي وصلنا لنهاية ديال الفيديو، وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديال اليوم. كيجي لذيذ بزاف، اقتصادي، وصراحة المنظر ديالو راقي. اما المذاق ما نتكلمش لكم عليه حتى تجربوها، فعلا كتستحق التجربة. انا غادي نقطعها لكم، نقطع لكم واحد المورسو باش تشوفوا من داخل باش تشوفوها من داخل كيفاش جات. بالنسبه للتزيين درت تزيين يعني عادي، درت غير شويه حبات ديال القرقاع، ودرت هذوك السيكار وكيف ما كتشوفوا دوك الحبيبات، وحبات ديال الزبيب. صافي هادشي اللي كاين، وها هي كيف كتجي من الداخل، كتجي معلكه بزاف. هذيك صوص كراميل صراحه كتزيدها مذاق واعر بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، وإلا جربتوها ان شاء الله ما غتندموش وغتولي هي المعتمده عندكم. وحتى هذاك الزبيب والقرقع اللي درت في الداخل يعني ما كينزلش نهائيا، بهذه الطريقه كتكون ناجحه. وبالنسبه للخيزو حتى هو كيعطيها مذاق زوين. وصلنا لنهايه ديال الفيديو، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.